عسلامة البنات، ان شاء الله تكونوا بألف ألف ألف خير، ان شاء الله نهاركم أسعد الأيام. توحشتكم برشا، رجعنا في فيديو جديد، فلوج جديد، نهار جديد، هكا ان شاء الله يعجبكم، هكا تستفيدوا منه. دونك الفيديو هذا الحقيقة راهو ماهوش مبرمج جملة، جاء هكيكا وحده وحده، لقيت روحي شادة الكاميرا وبديت نصور. أول حاجة بديت بها النهار، كل مرة هكا نحب نبدل شوية، دونك حكوك المقرونة هذوكم يزدش بعض منهم، قلت خليني نعمل هكا لمسة جديدة. فعندي شوية هكا اتناوش بسكويتات على كوكيزات حسيلو، اتناوش شديت كازوز الحكوك كان ذكرتوهم اللي خديتهم المرة اللي فاتت. هكا حبيت نعبيهم او نشرجيهم بحاجه مختلفه جدا، خاصه انه انا نشرب برشا قهوه وبرشا تاي، فهكا ماذا بيا ديما هكا حاجه تبدا قدامي واضحه، نمشي لها ديريكت نحط بنب هيك كويس القهوه ولا كويس التاي، نبدلو ونعملو هكا حاجات جدد. هكا احنا نحاولوا نبدلو اللي نقدروا حاجات هكا خفيفه. دونك كما شفتوا نحيت الحكوك نتاع المقرونه وحطيت في بلاصتهم الحكوك هذوما البلار اللي حطيت فيه من البسكويت، وزينت معاهم البلانت الصغرونه هذيا، وبعد ديريكت مشيت تعديت للفطور. بالنسبه للفطور عملت حاجه ياسر بنينه، ديجا برتجيتها انا معكم قبل دو فوا قبل، لكن البات هذيا زاد كيف كيف راني صورتها في فيديو وحده، مانيش باش نوري لكم شنو هي الريسيت، سوف كو باش نحط لكم الطريقه نتاع الخبز اللي عملتها في تعليق مثبت وفي صندوق وصف زيادة مش تلقاوة، اللي هي خبز متاع الحليب والزيت، بصراحة من أروع ما يكون. الوصفة هذه عملناها مع بعضنا في خبز وحده، وحشيني هاكل همبرجر ولا ساندويتشات. تنجموا تعملوها بيتزا كيما تنجموا تعملوها بيدا كيما عملت أنا. دونك كيما شفتوا شديت العجينة متاعي، نحط لكم كيما قلت لكم الفيديو، تبعوها الطريقة متاع الخبز، وراهي تنجموا تعملوا بها برشا حاجات أخرى، أنواع أخرى متاع ساندويتشات، ياسر طيارة البات هذايا. دونك أنا اليوم اخترت باش نعمل البيدا بنفس العجينه هذه، وما نحكي لكمش قد جات بنينه وقد جات هشوشه. بالنسبه للحشوه راهو لهنا زاد كيف كيف، ما ركزتش على خاطر انتوما وشنو تحبوا، فما اللي يحب يعمل صوص طومات اكاهو، فما انا عملت زر دجاج مفروم مع كعيبه بصل سنينه ثوم مفرومين على الاخر، وصوص طماطم يعني اربع كعبات طماطم، رحيتهم مليح مليح وخليتهم يطيبوا مع شويه فحات اللي هي عقاده ولات صوص بالطريقه هذه. وما تتخيلوش قد جات ما بينها الصوص هذه، انتم هكا حاولوا تجربوها. ديجا عطيتكم الوصفه فيت فيا الخطر سهله ما فيها شيء، ولازم تكون عاقده بالطريقه هذه، يعني شربه زيتها وشربه الماء نتاعها دو تيل فاسون تبدا هكا ما تسوحش من الجناب. دونك شرجيتهم عمرتهم في الوسط، وبالطبيعه عندي موزاريلا ربي زيد كيف كيف، حطيت هكا الجناب الكل غطيتهم بالجبن، لهنا قد ما تكثروا وتشخشوها بالجبن قد ما تكون هي بنينه. وفي الوسط فقصت كعيبة أعظم مع رشة زعتر رشة فلفل كحل، وتسخنوا الفرن متاعكم على درجة 150 تطيب سلة سلة، النار الفوق والنار اللوطانية زوز يشعلوا، وتحاولوا تحطوها في درجة وسط كما قلت لكم درجة 150 حتى لين تشوفوها طابت، ونشوفوها من بعد في صحن التقديم. يا سيدي هذه البيضه نتاعنا خرجت من الفور، ما نحكي لكمش قداش بنينه وقداش طريه تذوب في الفم، صدقوني من اروع ما يكون. قد ما نقول لكم ونشكرها ما تصدقونيش، ما تصدقوا كان ما تجربوها بالحق وتشوفوا على عينيكم قداش محليها، خاصه وجبه خفيفه وهكا وتشبع زاد تقنع مش نورمال وبنينه على الاخر، بتشيخوا عليها انتم الكبار والصغار. حاولوا تجربوا ريسيت البات هذه بالطريقه اللي عملتها انا، بصراحه طياره 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 باش تعجبكم على الاخر بالحق. انا هوني كملت الفطور ومشيت حضرت روحي باش نمشي جد بحذايا اختي، وقررنا هكا نمشيو نعملو دوره في البلاد، نعملو كعبه كلاص وكل شيء. اخي سمعت اللي اسباس زايد جاب يعني حاجات جدد، فقلت علاش لا خلينا نمشي نعمل طله، وفرد المره نصور لكم باش هكاك تاخذوا فكره.
الحقيقة جيب برشا 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 حاجات أحلوة. أنا حاولت هكا جيب هذوما اللي بلا في النوار ياسر تحفونين، وجيب هذوما زادة في اللوح، دونك برشا أرتيكلوات أخرى ياسر مزيانة. دونك راهم دركني الوقت ما نجمش نصور كل شيء، صورت لكم جوس شوية شوية. وأنا ما كانش عندي برنامج شريان الحق، لقيت هكا حاجات يعني مزيانين ونقصيني هكا شوية في الدار، فحبيت هكا نكملهم. عجبني السيرفيس هذايا الماركة متاعو دي كوركماز إينوكس، ياسر طيارة أما لكن غالي على الأخر. حسيلو فما برشا أنواع، خاصة برشا منكم سألوني على السريبس متاع لينوكس وعملوا طلة، دونك راهو باش تلقاو برشا برشا شوا وياسر ماركات موجودة، والحق ياسر أحلوين. دونك هذه زادة كيف كيف عجبتني هذوما، حبيت ناخذ منهم زوز ديجا خديت. دونك محليهم يمشوا كل شيء متاع ماء متاع عصير متاع هكا برشا حاجات أخرين تزينوا فيهم، مقرونة تزينوا فيهم يعني روز اللي تحبوا. دونك خديت منهم زوز تشوفوهم من بعد. هذوما اصحنا زاده كيف كيف، محليهم ياسر عجبوني، ياسر تحونين وكولورهم هكا هادي على الاخر يعجبني. هذايا نتاع المعون، دونك هذوما لهنا الصحافي البلار نتاع الكيك نتاع كل شيء، حاسيلو برشا برشا حاجات جدد جيبها. فما عنده زاده الحقوق، هذوما زاده محليهم عجبوني. عنده برشا موديلات اخرى الحقيقه كلهم احلوين، وفي المتناول فما الغالي وفما المتوسط اللي تقدر عليه الناس الكل. المهم انتم اجيو اعملوا طلع، راهو جيب برشا حاجات حلوه وان شاء الله هكا تعجبكم. دونك انا ما فهمش حاجه ما شديتهاش في البوتيك تلمو، كل شيء عجبني، كل شيء برشا حاجات محليهم، سيرتو دي باني جدد جايبهم محليهم يقتلوا يقتلوا يقتلوا. ديجا خديت منهم وحده تو نوريه لكم من بعد كيف نروحوا للدار. حاسيلو ما نكثرش عليكم جوجما، كملوا اتفرجوا اعملوا الدوره في عقلكم، ومن بعدين نمشيو للدار نشوفوا شنو الحاجات اللي شريناهم. قبل ما نوريكم شنو شريت، دونك حبيت نوريكم حاجه لازمكم تشوفوها على خاطر في الفيديو اللي فات برشا منكم وين يجي يصرف فيها على الدرس نتاع البوتيك. دونك لي كوردوني محطوطين في الساشي هاكا بالنمرو تليفون ايميل بالفاكس بكل شيء، تنجموا تتصلوا بهم وتقولوا لهم اسكو تنجموا يعني تختاروا الحاجات اللي عندهم ويبعثوا لكم وين انتم. واكيد راهو عندهم باج فيسبوك اسمها اسباس زيد، دونك بالفرنسي مكتوبه، ادخلوا وتلقاو عندهم برشا حاجات. عجبني السيرفيس هذايا، خذيته كالون ككاليتي سيراميك، هو ياسر تحفون الحق كولور وياسر مزيان ديجا توندونس. خذيت 6 اصحنه بلا، وخذيت كالسالادي الكبيره هذيك محليه زاد تحطوا فيها اللي تحبوا، تخلطوا فيها مقرونه سلطه ترفع برشا حاجات سوب اي حاجه تنجموا تحطوها فيها. وخذيت زاده نقصتني شويه صحافي نتاع سوب، دونك عجبوني الصحافي نتاعهم صغرونات هكا يعني كل واحد ينجم يكمل صحفته، عجبوني زاد خديت 6 ولهنا راهو انتم تنجموا تنسقوا مثلا تزيدوهم بلاوات اخرين تكسروا بهم اللون مثلا كما انا عملت في البلون تو تشوفوهم بعد. وخديت السله هذه تلمو عجبتني نلقى عنده برشا وباش يوفيو ديجا، خديتها سله ب19. دونك لهنا حبيت نوريكم هكا كيفاش نسقت مثلا على البلون، والا زاد
تنجموا تحطوا في النوار يخرج على النوار زي دا يسر تحفون، يعني في عوض الصحن البلان تحطوا صحن النوار زي دا يخرج يسر تحفون ويسر مضخم. الصحفة الصغرونة متاع السوب بلفين وتسعمائة وتسعين يعني بثلاثة آلاف، والكبير هذايا باربع آلاف وخمسمائة، خذيت ستة حاسيلو هذوما يعني 12 قطعة معاك القطعة الكبيرة السلادي، دونك جاو الكل في حكاية 48 دينار، ما هوش غالي جملة يعني بالحق، حاجة مزيانة وحاجة مضخمة، سيرفيس يبدا هكا كامل ياسر تحفون. في الصغار بليتو كيما قلت لكم راه انتم تنجموا تنسقوا باش تكسروا اللون، خاطر ما يلزمش تاخذوا كل فرد لون باش يجيكم هكا يعني ماهوش واضح، دونك لازم تدخلوا عليه لون اخر باش تظهر الوهره نتاعو. اخذت لي دو كراف هذوما اللي حكيت عليهم ديجا وانا في البوتيك، دونك ياسر تحفونين، الواحد في بالي بتسعة آلاف خديتهم من زوز، حبيتهم لو كان يكونوا الغطاء نتاعهم لوح ما لقيتش، دونك هذوما زادا كيف كيف راهم عجبوني، نجم تزينوا بهم اللي تحبوا، تحطوا فيهم عصير ما تحطوا فيهم او تزينوهم كما قلت لكم ما تحطوا فيهم روز ولا مقرونه، ينجم انا نحطهم في بلاصه الحكوك اللي حاطيت فيهم الكوكيز، زادا يعطيو منظر ياسر مزيان. حاجيلو زوز ب 18 ب 99، وخذيت هذوما محابس، عندي دي بلانت نحب نغرسهم باش نزين بهم البلكونه نتاعي، وهذوكم حاسيلو نسحقهم شويه في الغرسين، وهذوما زوز محابس الواحد ب 7000 حاسيلو نتاع نوار يجي في يركب فيك الحديده اللي موجوده في البلكون، زيد ياسر يعطي منظر مزيان. هذو هما المشتريات نتاعي اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر، ان شاء الله تكونوا خذيتوا فكره وهكا ذوقي زيد كيف كيف اعجبكم. تعدى النهار بين المحويس وبين الشريين وبين التصوير نتاع الفيديوهات، ولازمني نعمل راسي بكويس تي انفيزيون، دونك عملت جو ليمون، فعملت كيس ليلي وكيس الراجلي وخليت الماء يسخن. اول مره نجربوا التي هذايا الحقيقه زيد ياسر بنين، انا العاده نشري هيك نتاع التوت ولا الفريز، دونك هذايا زيد حسيته بالحق بنين، دونك كنت خايفه نشريه ما نشريش على خاطر انا نحب جو الليمون، يا اخي جا ياسر تحفون، اذا كان عرفكم خذوا منه زيد راهو بنين برشا. دونك فوالا البنات انا توا وصلت بكم لاخر الفيديو واخر النهار، ان شاء الله هكا تكونوا تفرهدتوا معايا، عجبكم المشتريات، عجبتكم نوسة، عجبتكم فيديوهاتها وعجبكم كل شيء. ما تنساوش تحطوا هيك لايك والتعليقات المزيانه اللي تفرحني على الاخر، نبوسكم برشا، ربي يفضلكم ليا ويخليكم يا ربي، ان شاء الله نتلاقاو اكيد جدا في فيديوهات قادمه اخرى. باي باي وبسلام.